أنا يعني أحترم جدا قرار استقالتك، ولكن خلينا برضو أتكلم، أطرح سؤال مختلف. هل في قرار الاستقالة حل؟ يعني هل، خليني أقول حاجة دلوقتي، أنا زعلان من حاجة، ليه أستقيل؟ طب ما أناقش حل المشكلة. صح، تسمحني بخمس دقايق بلا مقاطعة؟ خمس دقايق كتير. ثلاثة من فاصل. أنا في هذه اللحظة حاولت أن أفعل كما يفعل مجال القانون الصح، فاتصلت بمكتب رئاسة الوزراء. نعم. فرد علي مسؤول كبير، مش هقول اسمه طبعا. ما تقولش. قال لي رئيس الوزراء مش فاضي. فقلت له طب أنا عايز حد مع العلم مش فاضي. قلت له طب يا فندم الموضوع اللي حصل ده ينفع؟ قال لي ينفع، إيه فيها إيه؟ قلت له طب أنا هقدم السؤال. قال لي ما تقدم يا سيدي. خلاص خلصت القصة؟ لا ما خلصتش. بعت الساعة استقال بفاكس الساعة 3:10. هل تتخيل إن حد في مكتبه اتصل بيا قالوا حسام بن مساع؟ قال لي فلان بيقول الاستقالة ما وصلتش. قلت له يا فندم أنا بعتها ورغم هذا هل بتسيبوني؟ وأجيبها بنفسي. معناها إيه؟ معناها ان هذا المسؤول بدون تحديد اسمه كان ينتظر هذه الاستقاله على احر ما يتم، وقد اعطيتها له وانا بها راضي ومش هو مني. هذا ما حدث. ما تناقشش لما اديتها له بيدك يا فندم. لا انا بعتها، معلش مع احترامي، انا بعتها مع الامن. وانا غلطت برضه. ما طلعش. بعتها أم يا فندم. ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب العجيب العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص.